عندي بضاعة أنزلها بالجمعيات التعاونية، وعندي صديق عضو في الجمعية التعاونية، وأطلب منه أن يهتم ويبرز بضاعتي عن باقي المنتجات الأخرى ويكون مكان مميز وأعطيه نسبة من البيع، هل يجوز هذا؟ هذه رشوة لا تجوز، إما رشوة وإما يعني إذا أخذ نسبة هذه رشوة، وإذا سواها لك بدون نسبة فهذا يعني غش المسلمين لأنه فضلك على غيرك، وهذا لا يجوز.